على فكرة الموسم ده والموسم اللي فات اللي كان الأهلي خد فيهم الدوري اللي كان بيدير اتحاد الكرة ممكن يكون أكتر زملكاوي على سطح الأرض اللي كابتن شوبير أشار إليه الأستاذ عمرو الجنايلي. يعني شاءت الظروف إن أنت السنة اللي فاتت اللي الأهلي عمل الريمونتادا التاريخية الصعبة جدا اللي سلموا درع البطولة في الآخر الأستاذ عمرو الجنايلي. السنة دي الأهلي يعمل هذا الفارق الكبير جدا 21 نقطة عند التتويج اللي سلموا البطولة للأستاذ عمرو الجنايني واللي كان بيدير المسابقة شاب زملكاوي جدا إلى أن ساب الاتحاد الكورة. يعني احنا بنتكلم في اتنين المسيطرين على اتحاد الكورة ناس شديدة الانتماء للزمالك والوزير طبعا أشرف صبحي وهيجي لكم دلوقتي. لكن مش معقولة أبدا ناس عندها هذا الانتماء هتجامل الأهلي أو هتظلم الزمالك. لكن هي العقدة وهو تكسير صورة بطولات الأهلي. في حين بقى يا أستاذ إبراهيم في حين إن صوت وصورة بيطلع مسؤولين في الاتحاد السابق أصل الزمالك محتاج بطولة يبرر ثروت سويلم قال لك الزمالك عايز بطولة فاينل الكاس مستشار مرتضى عايز بطولة هنجيب له حكام مصريين فاينل الكاس وتاني جبنا له الحكم اللي بيحبه ايوه في في في, في تسريبة أخرى بالظبط. وموسم 14-15 اللي احنا ما كناش بنطلع فيه حجم اللي حصل فيه من كوارث تحكيمية اعتقد يعني ما حدش ينفع يتكلم معاها لكن بنتكلم وبنعدي. المهندس عدلي كان له رأي في نموذج مخالف لبطل كمال الأجسام جبتها اصل دي هتلخص يعني هتلخص البطل الحقيقي يتعامل أسباب مع خسائره ايه وايه اسباب نجاحه. اولا بمناسبه قبل ما تطلع بس لحظه واحده لروني كولمان لازم نبارك لبيج رامي الاهلاوي الجميل صحيح ان هو فضل يناضل 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 لحد ما كسب اعلى لقب يعني يهم اي واحد مهتم بهذه الرياضه. وبعدين بعد ما نسمع التعليق ده هقول لك برضو لروني كولمان ده واحد من اساطير نشوف واحد من ابطال كمال الاجسام عمل ايه عشان يوصل للوصل واحد ده الاسطوره اسطوره بيعتبروه مقياس التناسق في وبطل اكثر من كذا مره حكايه يعني. الجسم انت ادرى مني بقى لا ما انت عارف انا بطل كمال الاجسام جمال الاجسام اكيد بشوف رولي كولنا perfect from day one we've been battling over this and battling over that that was going to be a problem in 1992 I didn't place at all in the Olympia didn't get a dime didn't get a dollar I didn't complain 1994 I didn't complain when I got 15 1995 I didn't complain when I got 11 1996 I didn't complain when I got 6 1997 I didn't complain when I got 9 the moral story is why complain if y'all want to do something different if y'all don't like the sport you compete in you got a problem with it don't compete طبعا ده واحد من الاساطير كمال الاجسام بينظر اليه انه اكتر جسم متناسق يعني لما بيختاروا المعايير يقولوا هو الراجل ده شاوروا عليه تقريبا عقد بالكامل عمال يخسر قال لك ما اشتكتش لا باخد فلوس ولا باخد القاب وعمال اشتغل على نفسي اشتغل عن لحد ما قدر يكسب وبعدين قال لك اشتكي ليه؟ اشتكي لحاول ما تشتركش لكن انا قلت انا بشغلي حفرض نفسي لان انا لو قعدت اشتكي وقال لفظ ان انا مش عايز اقعد ابكي زي الاطفال ما كنتش قدرت ان انا اوصل للي انا وصلت له. هي دي مربط الفرس اشتكي ولا اشتغل؟ اعيش المظلوميه البكائيات ولا اتحدى نفسي واتحدى الظروف اللي ربما يكون وقتها شاعر انه ظلم احيانا لكن ما هياش الحل في الشكوى ما هياش الحل ان اجرجر ناس ورايا احنا ما بناخدش حقنا عشان احنا مظلومين بس احنا حديد وجامدين هي مش كده اللي قدامك بياخد بالاسباب وبيشتغل وبتاع وبيتظلم ساعات وساعات يجامل زيك ولو بالمعيار برضو انا عايزك تشوف مين ال الجن اللي فيهم اللي بيقدر يجيب احصائيات وبتاع ونعمل حوار كده انت اتظلمت كم مره وانا اتجاملت كم مره
وورقنا ضد ورقهم وتاريخنا ضد تاريخهم اللي هيقولوه عشان الناس تشوف. هذه المقاربة مطلوبة والله يا أستاذ إبراهيم. يعني إنما تقعد تقول لأجيال ورا أجيال أنا مظلوم على رأي هاني العجيزي أما قال لك أنا وأنا في الزمالك كانوا بيكرهونا في الأهلي وكنت متصور كده إنه بيجامل لحد ما رحت شفت الأهلي وقال كده. الأهلي في حتة تانية، أنا لما رحت شفت حاجة تانية. حتة تانية بإيه؟ إنه ملوش دعوة، ما يقعدش يشتكي. اتظلمت النهاردة في التحكيم، أقعد أتكلم الصبح بالليل ولا مرة تتقال كده ولا بتاع، لكن لا أستند إليها في تبرير الهزيمة. تبرير الهزيمة هو في أكتر يا راجل، إن إحنا قبل ما تعمل الجيل الخطير في بداية الألفية التانية تستغنى عن أقوى عناصر عندك، وقبليها في التسعينات نفس الشيء، وتبني يعني فرقة، وتبني فرقة تقوم تكتسح بيها. يعني القرار الخطير كل مرة عملتها خدت بناء سبع على دوري بعدين. المدير الفني آنذاك الكابتن أنور سلامة والكابتن صالح تحمله بشجاعة بالنيابة عنه، قال له أنا عايز تبني فرقة بس أنا في أربعة مش هقدر أبني الفرقة لأنهم تقال عندي، وكان قرار عجيب وتاريخي وجريء. وبعد كده في السبعينات اكتسح نكررها تاني، ما نهاية التسعينات يحصل الضروب على الجيل ده يبقى يجي نفس الشيء. كابتن وفي الألفية حتى من الكابتن إبراهيم وكابتن صلاح وكابتن فضل وكابتن، وبعدين تبتدي تبني بجيل تاني. مش معنى كده ان دول السبب، انما انت بتقول لازم يحصل تغيير، وانا مش هقدر اجيب ناس تتنافس مع ناس الا بناس يعني ده بقول ايه، اللي جعان للبطولة، اللي عايز يعشق في الترس،